بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا هلالا غاب في لج الدماء، وبكت مصرعه عين السماء، كيف ألقاك عفيرا بالعراء، لهف نفسي كيف داستك الخيول. أشبه الخلق برسول الله، تدوس فوق الخيول، عساها تعقرت هالخيل ولا داست على صدرك. أي والله، لهف نفسي كيف داستك الخيول. بعد شو تقول لأم؟ ترى قاعد أقرأ بهدوء، طريقة أم السولف ويا ابنها. لهف نفسي كيف داستك الخيول، ولدي أبكيك بالدمع الغزير، ولدي أبكيك بالدمع الغزير، كيف بار الجسم في ذاك الهجير. في لظى البوغاء ملقا وعفير، شيعت جسمك أطراف النصول، شيعت جسمك أطراف النصول، وحشت فرقتك كل نعمتنا عمتنا عمتنا. سكينة تقول لأخوها، أخوها أخوها أخوها، تعرف البنية ايش قد تحب أخوها يوم ما تعرف؟ شايف البنية ايش قد تحب أخوها يا ولا؟ قل له وحشت فرقتك كل نعمتنا عمتنا عمتنا، ونزلت على الجفن خويا وعمتنا، والله عمتنا عمتنا عمتنا. دقوم وشوف يا الأكبر، ليش ما تجاوبني؟ وحشت فرقتك كل نعمتنا، ونزلت على الجفن خويا وعمتنا، دقوم وشوف يا الأكبر، عمتنا توين ونات يم جسمك خفية، يا بتوين ونات يم جسمك خفية، وبعد وتوين ونات يم جسمك شجية، يا بي يا 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 يما بالليل ون عليك بالليل. امه تقول له، تقول له يما بالليل ون عليك بالليل، بهداي يا ابني اون مو حيل، والله وليدي مو حيل، خافن يسمع عني المدالي، لو هن مثلهن دمعي يسيل. هيك تقول له، يا بتلوج الروح ما ادري شبيه، وتشانون الغضب لوعي شبيه، راح الجال الهادي يا بشبيه، طف ضي بظلام الغاضري، يا بطف ضي بظلام الغاضري. هلا 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 يا ضيري. تدرون هاي الليلة أردن على الليلة عمي، أردن على شوية الليلة، قلوبنا محروقة على الحسين عمي، قلوبنا محروقة على الحسين. يا أبا كون نبكي على الحسين ليلة التاسعة الليلة، منو اللي ما يبكي على الحسين؟ تقول إذا ما يوقف بممشاه وانزل ليلة من مروها على علي الأكبر دباوع علي. إذا ما تقول إذا ما يوقف الحادي، إذا ما يوقف بممشاه وانزل
وأسوي للولد عن الشمس ظل. إيه شنو يصير يابا؟ والله أسوي للولد عن الشمس ظل، أذب روحي وموتا من على البل. تهدد ليلة لو تخلوني أنزل أشبك حبيبي لو أذب روحي والله وموت. يا بأذب روحي وموتا من على البل. عود ليش يا با من على البل فراق الولد يا ناس يكتل. لك يا عادي فراق الولد فراق الولد يا ناس يقتل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. الليلة أريد حصة الرثاء أكثر من حصة المحاضرة، إحنا في ليلة تاسوعاء، ولكن هذا ما يمنع يا أحبه أن أقول كم حكاية أنا إن شاء الله أستفيد منها والأحبة يستفيدون. ليش؟ لأنها من القرآن والعترة، من هالباب نيناتنا نستفيد منها إن شاء الله تعالى. بالله التفتولي فدوة، تجليات آيات قرآنية في المسيرة الحسينية. أول تجلي الوفاء بالعهد، هذا موجود بالمسيرة الحسينية، والنكث والخلف بالوعد والعهد موجود عند قتلة الحسين. هذا عليه أرقام، آخر رقم توقفنا عنده هو ما أشارت له السيدة زينب عليها السلام في خطبتها، وأنها استشهدت بآية. الآية هذا معناها أنه أنتوا وعدتونا عاهدتونا واثقتونا أنطيتونا قول بعدين شنو أخلفتوا. قلنا هاي الآية اللي استشهدت بيها السيدة زينب، أول شيء السيدة زينب ما قرتها كلها، وهي كل الآية أقدر أستفيد منها بأجواء كربلاء اللي استشهدت عليها السيدة زينب. هذا واحد، بل مو فقط ذلك، الشباب وياي لو مو وياي، وإنما ما بعد الآية نزولاً اللي استشهدت بها السيدة زينب وما قبلها صعوداً، مجموع آيات متسلسلة ترسم مشهد متكامل أقدر أستفيد منه لكربلاء. وقلت هذا يعبرون عنه بلغة اليوم سيناريو كامل. إحنا إلى الآن صعوداً ما وصلنا ما قبل الآية اللي استشهدت بها زينب، لحد الآن بعدنا شنو؟ الآيات نزولاً، يعني الآيات اللي جاءت بعد الآية التي استشهدت بها السيدة زينب عليها السلام. وقلت هذا مو بس هو بالقرآن الكريم بهالمعنى هذا، يعني آيات متسلسلة ترسم مشهد متكامل عن موضوع معين، وإنما أكو آيات أخرى أيضاً بهالمعنى هذا. ومحاضرات الأولى جبت مصاديق إلها إذا يتذكر الأحب. زين دخلوني أستعجل الليلة، هم صاركوا اعتراضات علي ما أخفيكم سر، قالوا هم طولت، شفت هذا تجلي واحد راح يصير 10 ليالي وانت تقول أنا محضر 15 تجلي، شايل 15 ليش وقت تكملهن؟ هم صاركوا اعتراض. زين خلنا نحاول نستعجل. الآية هكذا تقول، نبدي بسرعة لأن عندي مسرع بسرعة. ولا الآية هاي اللي ما قرتها كلها السيدة زينب، ولا تكونوا كالتي نقضت. سيدة زينب قالت لهم مثلكم كمثل التي نقضت. زين من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة لا تختلفون. هذا كل احنا سولفنا به وما سولفنا به، سولفنا به. زين ولو شاء الله لجعلكم أمة، هذا هم سولفنا به. الآية اللي بعدها ولا تتخذوا أيمانكم إلى عظيم، هذا هم سولفنا به، واتخاذ الأيمان سلاح من قبل المنافقين، وجبنا 6 مصادق إلى في القرآن الكريم. زين الآية اللي بعدها هاي هم سولفنا بها، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا، بعهد الله، وتكلمنا عن العهد وأقسام العهد، القرآن شلون بين أهمية العهد،
إلى آخره. كلام صحيح ولا؟ هنا بهاي الآية ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. توقفنا هنا باوعولي فدوة أروح لكم. قلت لكم العهد إلى مجال واحد لو يدخل بكل مجال. أكو إنسان يعاهد الله على أمور حسنة أو يعاهد الله على ترك أمور قبيحة. أكو الله يعاهد الإنسان. أكو إنسان يعاهد الإنسان. فالعهد يدخل شنو؟ ها؟ في كل شيء. زين أنا قلت هذا العهد أكو ألفاظ ذات صلة مرتبطة بي وما أكو. مثل شنو قلنا؟ الميثاق، الوعد، الأمانة. هنا أنا لما تكلمت عن العهد يدخل في كل شيء، إذا يتذكر الإخوة قبل ليلتين ثلاثة قلت الأمانة وهي لفظ ذات صلة بهذا اللفظ هم نفس الشيء. نطاقها يتسع لشنو؟ لكل شيء. اجيت للأمانة عرفتها وهي تدور حول معنيين في القرآن الكريم. الأمانة ضد الخيانة واحد، وبمعنى التصديق اثنين. وما أنت بمؤمن لنا. بمؤمن يعني شنو؟ يعني بمصدق، يعني بمصدق لنا. زين قلنا القرآن ركز على الأمانة وبين أهميتها. لو ما بين، بين شلون بين؟ واحد من خلال الأمر الصريح إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. ليش ما تجاوبني؟ اثنين، القرآن الكريم اتكلم عن جبرائيل المقرب قال أمين. لما يقول عن جبرائيل أمين نزل به الروح الأمين، يعني شجعنا على الأمانة لو ما يشجعنا. ثلاثة، هذا من ناب ديت جديد الآن. هاي ساعة شوية يعطيني مجال، ساعة تركض الآن ديت جديد. ثلاثة، التفتوني ثلاثة، الأنبياء القرآن ذكرهم بالأمانة يوم ما ذكرهم. يعني مثلا نوح إني لكم رسول أمين. نوح لما يكون أمين هنا القرآن الكريم قاعد شنو؟ يشجعنا أن نقتدي بنوح ولكم في رسول. القرآن لما يقول عن نوح أمين يعني شجعنا. نبينا صلى الله عليه وآله قبل لا يبعث بشكل رسمي، وإلا نبينا نبي وآدم بين الماء والطين. بس أقصد هاي الحالة الرسمية. نبينا صلى الله عليه وآله شنو كان يسمون؟ صادق الأمين. ولهذا نبينا لما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، نبينا ليش ترك علي بن أبي طالب في مكة؟ سبب من الأسباب الأساسية شنو؟ لأنه القرشيين كانوا يحاربون محمد، كانوا يخلون أماناتهم عدما. ما أعرف شنو الحل. ما القرشيين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وآله، كانوا يخلون أماناتهم عند منو؟ ها؟ يخلون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وآله. توقع هم يحجون عليه. باوعولي يا شباب، باوعولي أحبابي، هم يحجون عن النبي صلى الله عليه وآله ولكن يخلون أماناتهم يم النبي. النبي لما هاجر وترك مكة خلى علي بن أبي طالب وقال له رجع الأمانات إلى أهلها. ووقف علي عليه السلام بمكة، يباوع لي، وقف بمكة وقال لهم كل واحد بمكة عنده أمانة خلي يجي ياخذها. وما طلع علي بن أبي طالب من مكة إلى أن شنو؟ رجع الأمانات كلها. هذا درس إلي وإلك يومو درس ما أدري. ها؟ علي بن أبي طالب كان بخطر. علي بن أبي طالب كان شنو؟ ومع ذلك كون يبقى حتى يرجع أمانات الناس. كان بخطر علي بن أبي طالب بس كون يرجع أمانات الناس. هذا هم مورد ثالث ماذا الرابع يبين أهمية شنو؟ الأمانة وتركيز الإسلام عليها. زين خامس، القرآن مدح اللي يحفظون الأمانة. لأماناتهم وعهدهم راعون، عبر عنهم قد أفلح المؤمنون. وقال ذولا لهم جنات الفردوس، يرثون الفردوس ذولا اللي يحافظون على الأمانة ويؤدون الأمانة. محطة جديدة بهذا البحث، الأمانة تكون بس بالجانب المالي وغيره يو تدخل حتى بالجانب العقائدي. ها؟
الأمانة تدخل في كل باب. مثلا الجانب العقائدي، باوع العيوني أنت، الجانب شنو؟ العقائدي. رب العالمين يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أئمتنا قالوا الأمانات هنا الإمامة، الإمام السابق قبل وفاته أو شهادته يطيها للإمام لاحق، يطي مواريث الإمامة وينص عليه يقول هذا الإمام من بعدي، فيؤدي هاي الأمانة السابق لللاحق، يؤدي للأمانة وهي الإمامة. هنا الأمانة شنو صارت؟ عقائد، إمامة بعد عقائد، صارت عقائد هنا الأمانة. زين، فأئمتنا عليهم السلام الآن ولائهم ومحبتهم وشعائرهم ومجالسهم. أنا البارحة شنو قلت تذكرون يوم تذكرون؟ قلت من أعظم الأمانات شنو؟ هاي المجالس وهاي الشعائر، فلا تلوثوها بغير توجهها الديني، لا تلوثوها، هذه أمانة لا حد يخونها، لا سياسة ولا جهة ولا حزب ولا بس حسين، شعائر دينية خالصة، هذه أمانة لا حد يخون هاي الأمانة. مثل ما جتنا نظيفة كون نسلمها شنو؟ نظيف، لا حد يخربها. الحسين عليه السلام كان بالنسبة لبني أمية شنو؟ شيعة آل أبي سفيان. الحسين إجاهم شنو؟ أمانة. شلون تعاملوا يا الأمانة؟ حفظوها يو خانوها. القرآن الكريم يقول لي يخون الأمانة شنو؟ قبل كم ليلة؟ اللي قلت السيدة الزهراء استشهدت بآيتي، جهولا ظلوما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، بل يقول محمد أنه كان ظلوما جهولا. اللي يخون الأمانة وما يحملها كاليهود مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، القرآن الكريم يقول جاهل جاهلي ظالم، خان الأمانة، هم جاهلي هم شنو؟ هم ظالم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. انتبه لي، ظالم جاهل. قتلة الحسين جاهليون وظلمة ومنافقون والحبل على الجرار. نطاق الأمانة يدخل في كل شيء، وأهم الأشياء اللي يدخل بها الأمانة جانب العقائد. وهذا اللي أشرت عليه السيدة زينب عليها السلام بخطبتها، قالت: فما مثلكم إلا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم. أنتوا هذا مثلكم. هنا نكثهم وخيانتهم بيا جانب عقائد، بالحسين، بالإمامة. وطبعاً الناس سيدة زينب لما تتكلم عن مثل، هذا مثل هم عقائدي. وهنا تعال شنو أقول لك وشنو أترك وشنو أوضح وشنو أقول؟ مثلكم كمثل التي نقضت غزلها، وبجانب عقائدي والأمانة هنا بجانب عقائدي الخانوها ذولا. والسيدة زينب استشعروا بهاي الآية، باوع لي. أنا شفت المثل بالقرآن الكريم إلى أنواع. شنو قلت؟ المثل اللي هو مناظرة شيء لشيء. المثل شنو تعريفه؟ مناظرة شيء لشيء. قول في شيء
باوعلي قول شنو؟ في شيء بشيء آخر أكو بيناتهم مشابهة، واحد يوضح الثاني، هذا شنو نسميه؟ مثل. أنا لما راجعت آيات المثل في القرآن الكريم، هنا سيدنا زينب يقول مثلكم كمثل التي نقضت، لقيت المثل إلى أنواع، لا لا إلى أنواع، إلى شنو؟ أنواع. وهسه راح أقول هذا المثل الزينبي جابته سيدنا زينب خطبتها على شيعة آل أبي سفيان، يا نوع من هاي الأنواع. باوعد. وبنفس الوقت شفت المثل إلى ميادين، إلى أنواع من جهة، وإلى شنو؟ ميادين من جهة أخرى. أما الأنواع، قبل لا أبدي تعبتكم ضوجتكم، أما الأنواع، واحد مثل محسوس أو حسي، مثل شنو؟ حسي. شلون مثل حسي؟ خلي أقرأ لك هاي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، أنت في أي سورة؟ البقرة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من تبطل واحد صدقة لا تخربها، بشنو؟ بالمن. أنطيتك أنطيته، كل يوم يجي وأنطي بابا أنطي واسكت، شو الحكي هذا؟ القرآن الكريم يقول أصلاً حكاية طيبة وما تنطي وما تمنى عليه أفضل مما تنطي وتمنى عليه. نظلت من هذا المال، مال الله مو هذا مالك، وش ما تنطي الله يعوضك. انطي بطيب خاطر، صير كريم، نفسك طيبة، لا تخاف. زين يا ربي أنا هاي الحقيقة ما فاهمها، لا دباوعني دباوعني، هاي الحقيقة شنو؟ رب العالمين يقول راح أجيب لك مثل حسي من خلاله تفهم هاي الحقيقة. وهذا أول نوع من أنواع المثل في القرآن. شنو المثل؟ بالله شوف، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي، هاي بدأ المثل، بدأ المثل، كالذي، يعني راح يجي المثل، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، الآخر العفو، واليوم الآخر، فمثله هذا أبو المن والأذى والرياء، فمثله كمثل صفوان. شنو صفوان؟ حجر كبير أملس كما يقول المفسرون، أكو عليه تراب غبار، حجر كبير ملساء عليها غبار، نزل عليها مطر، الغبار يبقى لو يروح يروح. القرآن الكريم يقول عمل المرائي هالشكل، عمل المرائي شنو؟ حجارة صلدة ملسة عليها غبار، طاح عليها ماي كل شي انتهى. القرآن الكريم هيك مثل المرائي. سؤال، هنا التمثيل بأمر شنو؟ حسي. هاي الحجارة حسية لو مو حسية؟ محسوسة ملموسة، مثل حسي. هذا نوع من أنواع المثل. مثلا القرآن الكريم يقول عن حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل شنو؟ الحمار. مثل حسي أو مو حسي؟ ها؟ مثل الحمار، هذا الحمار. احنا قلنا المثل بالقرآن إلى نوع وأنواع. نوع ثاني مثل شنو؟ معنوي. أحسنتم، مثل معنوي أكو في القرآن. وين المثل المعنوي؟ خلي أقرأ لكم هاي الآية، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. واحد ميت أحييناه وخلينا له نور يمشي به بالناس، مثل الغرقان بالظلمات، ويختلف
يختلف. الميت وأحياناه وخلينا له نور مثل الغرقان بالظلمات؟ لا، هنا المثل شنو؟ معنوي. شلون معنوي؟ ذاك كان ميت بالكفر، الظلمات كفر، رب العالمين جابه وين؟ للإيمان. الإيمان نور يومه نور، يخرجهم الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات يعني من الممات إلى الحياة. هذا المثل، هنا المثل معنوي ومو معنوي. طبعا هاي وجعلنا له نورا، أئمتنا قالوا النور اللي الله يجعله له لهدايته هو الإمام. أئمتنا هيك قالوا، راجع برهان سيد هاشم البحراني وشوف الروايات الواردة عن أئمتنا عليهم السلام، جعلنا له نورا قالوا الإمام، النور هو الإمام. إن الحسين مصباح يا جماعة، مصباح مصباح يعني نور، مصباح هدى وسفينة نجاة. البعض يقول قال رسول الله، مو صحيح، مو صحيح، مو صحيح. النبي لقى هذا مكتوب على ساق العرش ونقله صلى الله عليه وآله، مو هو قاله، قال أنا لما عرج بي إلى السماء شفت مكتوب على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة. النبي نقل عن العرش، يعني هو أشبه ما يكون بحديث قدسي. جاوبوني، الله قايله، الله كاتبه إن الحسين مصباح هدى، هذا مثل شنو؟ النوع الثالث، أكو مثل أقدر أعبر عنه، مثل تقديري أو إمكاني أو بركت الله يجيني تعبير ثالث. هذا شنو؟ باوع لي، أو أصلاً أقدر أعبر عنه تعبير أفضل من ذني التعبيرين، مثل افتراضي. مثل شنو؟ افتراضي، تقديري أو إمكاني، يعني ممكن أن يصير على أرض الواقع، مع أنه على نحو القضية الخارجية مثل ما يقولون بعلم الأصول، مع أنه مصداق بالخارج ما وردنا، يعني أن الآية نازلة بمصداق خارجي ما وردنا بكتب التفسير. حسنا هنا الحكي راح يصير شوية دقيق وخاف يتعب الأحبة ويضوجهم مني. شوفوا المثل المحسوس اللي جبنا له بعض المصادر، واللي المثل جابته السيدة زينب هو المحسوس. مثلكم كمثل التي شنو؟ نقضت غزلها، اللي نقضت غزلها امرأة موجودة على أرض الخارج اسمها ريطة كما ورد في كتب التفسير، وقبل كتب التفسير أئمتنا جابوا اسمها، قالوا اسمها ريطة الحمقاء، تغزل 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 بالليل تخلبص الأول والثاني. امرأة اسمها قالوا أئمتنا موجودة على أرض الواقع، رب العالمين مثل بيها. المثل الافتراضي هو يصير على أرض الواقع ولعله صاير، ولكن المفسرون ما يقولون هاي الآية نازلة بشخص معين كريطة، ما جايبين هذا الشيء، وإنما يقولون لعله المثل افتراضي تقديري، يعني رب العالمين يريد يوصل فكرة منه وإن لم ينزل في شخص معين، مثل مثل رقم واحد المحسوس. هسه بصراحة ما أدري قدرت أوصل فكرة أو ما قدرت. مثل شنو؟ شوف الآيات شو تقول، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. هسه هذا ما جابوا المفسرون اسم العبد المملوك والقرآن قصده أو الآية نزلت به، مثل آية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها اللي هي تمثل بريطة الحمقاء، ولهذا عبرت عنه مو محسوس وإنما شنو؟ افتراضي أو تقديري أو إمكاني أو ما شئت فعبر. أسبع أنا ما عندي تعابير بعد بصراحة. شوف الآيات شو تقول، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق. هل يستوون؟ واحد عبد مملوك كل شيء ما يملك وكل شيء ما عنده،
وواحد الله راسقه وعنده ومن اللي عنده يوزع. دول نفس الشيء لو يختلفون، ها يختلفون. زين رب العالمين يقول هذا الصنم الأصم اللي كل شيء ما عنده، شلون تقارنوا وياي؟ شلون تقارنوا وياي؟ الآية اللي بعدها، وضرب الله مثلا رجلين، هم افتراضي، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ لو ما يستوون. عبد عبارة عن شنو؟ والله ما أعرف شنو أعبر. عبارة عن طلابه، أبكم عمره ما سوى شيء زين، وكل ما تدز على شغلة يصلحها لو يخربها، يخربها ويرجع. رب العالمين يقول هذا مثل اللي يأمر بالعدل. زين أنتم خالي لكم حجارة واستجدون قدامها وعايفين خالق الكون كله شنو؟ فالمثل بالقرآن صار إلى نوع وأنواع، أنواع. أكو مثل محسوس، وأكو مثل معنوي، وأكو مثل شنو؟ افتراضي. مثل السيدة زينب مثلكم كمثل التي نقضت غزلها، مثل رقم واحد. هسه تقول لي ليش ما اختارت رقم اثنين؟ ليش واحد؟ لأن المثل المحسوس عادة يكون أقرب إلى الناس من غيره، فاختارت أقرب الأمثال للناس ولتفاعل الناس، وهذا يدل على علم ودراية للسيدة زينب. أما أنت بحمد الله شنو؟ شوف اختارت أوضح الأمثال وأقرب الأمثال لفهم الناس وهو المثل المحسوس. إخواني والله هاي قراءات جديدة لما قالته السيدة زينب، لعله يتعب بعض الإخوة بكثرة عناوينه وكثرة، بس مهم. أنا أثق بوعي شبابنا، وأعتقد جاينا جيل صاعد مثقف واعي. أنا ما أحمل نظرة سوداوية تجاه مجتمعنا كما عند البعض، يعني بالعكس أنا معتقد بهذا الجيل، معتقد بهذا الجيل، وعندي ثقة بهذا الجيل، جيل شبابنا الصاعد الآن واي عندي ثقة بي. حتى تقول لي أكو ظواهر سلبية، طبيعي ظواهر سلبية، بس عندنا أكو مجتمع بالدنيا يخلو من ظواهر سلبية؟ شنو هالكلام هذا؟ شنو منتقيم هذا؟ شنو إحنا قلنا عن مجتمعنا معصوم؟ طبيعي ظواهر سلبية، طبيعي. المشكلة بالنسبة، مو بأصل وجود الظواهر السلبية، بنسبتها نعم، إذا زادت أكو مشكلة يعني. وإلا هذا جيلنا أنا أؤمن به بصراحة. زين أنا قبل شوية قلت المثل بالقرآن إلى أنواع وإلى شنو؟ ميادين. إلى أنواع وإلى شنو؟ ميادين. الأنواع عرفناها، الميادين شنو؟ هنا أنا راح تجتمع الأبحاث. المثل مرة يجي بميدان عقائدي، هذا خلاني أنتقل من الأمانة والعهد العقائديين إلى شنو؟ المثل اللي استخدمته السيدة زينب. المثل مرة يجي بميدان، ليش ما تجاوبني؟ عقائدي، ومرة يجي بميدان أخلاقي المثل في القرآن. هسه تقول لي وضح الميدان العقائدي. على سبيل المثال ضرب الله مثلا كلمة طيبة، لا قبل أصلها، كشجرة طيبة أصلها ثابت. ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هنا شنو الكلمة الطيبة؟ قال المفسرون كلمة التوحيد. ضربها مثلا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها، هنا المثل بيا ميدان عقائد بعد، عقائد بعد. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، عقيدة يوم عقيدة.
انتبه لي. فهنا المثل ضرب بميدان عقائدي. أكو مثل القرآن ضرب بميدان أخلاقي. اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آيات سلخة مثله كمثل كلب إن تحمل عليه يلهث بلعم ابن باعوراء. هذا بأي مجال؟ بأي ميدان أخلاقي. شوف ذاك ميدان مثل عقائدي، هذا ميدان مثل شنو؟ أخلاقي. سؤال: مثلكم كمثل التي نقضت غزلها بيا ميدان عقائدي وأخلاقي. لا تستعجل، فكر، لا تستعجل، غلط تستعجل. الموضوع إرادة شوية تأمل، والله إرادة تأمل، لا تستعجل. مثلكم كمثل التي نقضت غزلها بيا ميدان. هسه يا نوع عرفنا، يا ميدان عقائدي وأخلاقي. جزاك الله خير يا ابن رسول الله. يا نات السيدة زينب اختارت مثل يضرب بميدانين، وهذا أيضا يدل على علم ودراية. أنت عم، أنت بحمد الله عالمة. يا معلم ما عرفناك يا سيدتي، ما عرفناك، أنت كبيرة عظيمة، أنت خطب تكون تقرأ من جديد وكلمات تكون تقرأ من جديد. أنت عالمة غير معلمة، أنت فهمة غير مفهمة. هو من الجانب العقائدي احنا قلنا الزيدة زينب تكلمت عن تكلمت عن نقض العهد ونكث العهد والأمانة، واحنا قلنا أول ميدان للعهد والأمانة بيا جانب عقائدي. قالت لهم انتوا وعدتوا الحسين يعني الامامه ونكثتم، وهذا هنا المثل صار بيا جانب عقائدي. ومناك هم جانب اخلاقي، انتوا اعطيتونا قول، والانسان اللي ينطق قول لاخر المفروض شنو؟ يعني المفروض الاخلاقي ان يلتزم شنو؟ بقوله. وانتوا ما التزمتوا وخلبصتوا الغزل كله، غزلتوا خربتوا مثل ريط الحمقى. فالمثل اللي استعملته السيدة زينب عليه السلام هم ميدان عقائدي وهم ميدان شنو؟ أخلاقي، وضربتهم بالثنين. لو كانوا يفهمون، لو كانوا يعقلون. بقى عندي شيء أخير، تعبتوا لو أقوله، صدق أحكي، تعبتوا لو أقوله. المفروض أكثر واحد تعبان الآن أنا مو أنت. المصيبة ما يخالف، أوصلها، عندي ربع ساعة بعد، أكثر من ربع ساعة. أنا يعجبني هذا اهتمامك بالمصيبة، أحبه هواي، أحبه، جزاك الله خير. هاي غيرة على الحسين عليه السلام. آخر شيء أقوله وأروح للمصيبة، خدمتك تؤمر. المثل إلى مقاصد بالقرآن يوم دون مقاصد. مثل إلى مقاصد. شنو مقاصد بالقرآن؟ حتى سيدة زينب لأجل هاي المقاصد ضربت مثل. مثلكم كمثل التي نقضت. شنو مقاصد المثل؟ واحد، توضيح الأمر. رب العالمين يمثل الحياة الدنيا بماء أنزلناه من السماء فاختلط بنبات الأرض كذا، بعدين انتهى كل شيء. شايف هذا المطر من ينزل واحد إيش قد هيك يقول الله ونزل وراح تطلع الخضار. رب العالمين يقول على ساعة كل شيء يروح والخضار كله يروح. يقول حياة الدنيا تختارون بيت الخبصون، غمض فتح تلقون كل شيء ماكو. هذا القرآن ذكره حتى شنو؟ يوضح حقيقة الدنيا، توضيح. اثنين، ترغيب. الله يضرب المثل حتى يرغبنا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل جنة بربوة ذات، تذكرون قبل كم ليلة، يشجعنا على الإنفاق ويرغبنا به باعتبار الوارد مالته يكون ضعفيا مثل ما القرآن يعبر. ثلاثة، التنفير. شنو القرآن يضرب مثل على شيء ينفرك منه؟ مثل الذين حملوا كمثل الحمار، فأنت بعد شلون توقع بالان؟ مثله كمثل الكلب إن تحمل. هذا شنو؟ تنفير.
مثلكم كمثل التي نقضت غزلها هم توضيح وهم شنو؟ تنفير. هذا مقاصد المثل اللي ضربته السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه. لنقض العهد والوعد والميثاق والأمانة والقول وغير ذلك من مفردات ذا صلة. أعترف الليلة البحث شوية ثقل، بس أنا أشوفه مفيد إن شاء الله تعالى. مهم شبابنا يطلعون على هذه الحقائق حتى يعرفون قيمة هذه السيدة الجليلة السيدة زينب العالمة غير معلمة. الليلة ليلة التاسعاء كافي بعد. الليلة ليلة التاسعاء، الليلة ليلة علي الأكبر. أشبه الخلق برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. باوع لي الحسين عند مؤذن الحجاج بن مسروق، أنا ما لعله ناسي الاسم أو كذا، يؤذن للحسين عليه السلام، دائما يؤذن للحسين سلام الله عليه. يوم العاشر الحسين من أقام صلاة الظهر قال للعلي الأكبر، قال له أنت أذن علي الأكبر اليوم، أنت أذن علي الأكبر، ها أنت أذن. سيدي أبا عبد الله مو عندك مؤذن؟ ليش اليوم هاي من جوياك منك هنا هو يأذن؟ ليش اليوم علي الأكبر كوني أذن؟ إيش معنى علي الأكبر اليوم؟ قال هذه آخر ساعات بعمري أريد أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أختم حياتي بشنو؟ بصوت رسول الله صلى الله عليه وآله. فأذن يا علي الأكبر. شنو علي الأكبر؟ منو علي الأكبر؟ شنو أقول عن علي الأكبر؟ شلون أقدر الليلة أحرق قلبك على علي الأكبر؟ الله يساعدني على النجاح بهاي المهمة. والله مهمة مو سهلة، مو سهلة، بس ببركة دعائكم إن شاء الله أقدر أحرق قلبك على علي الأكبر. مو سهل. أولاً معرفة مقام علي الأكبر مو سهل، اثنين قراءة مصيبتهم مو سهل، وهو أشبه الخلق. يا إخوان الحسين قبل لا يطلع علي الأكبر ما كان يدعو، ما كان شنو؟ الحسين من طلع علي الأكبر قام يدعو. قلت ليش؟ يعني يدعو على القوم، حرق قلبه. هو هذا قلبه احترق الحسين، قلبه تأذى الحسين من علي الأكبر طلع. شلون أقرأ؟ شلون أقرأ؟ من علي الأكبر طلع قال له عمر بن سعد قطع الله رحمك. هاي الحسين كان ما يقوله قبل علي الأكبر، بس قلبه احترق عليه. قال لقطع الله رحمك كما قطعت رحمي من رسول الله. الله لا ينطيك عمر بن سعد، الله لا يوفقك إن شاء الله، الله يقطع ذريتك إن شاء الله. أذيتني بعلي الأكبر عمر بن سعد. علي الأكبر مو شوية، علي الأكبر محمد يمشي على الأرض خلقا وخلقا ومنطقة. الدور باوع للقوم. شوف صار بيلح. الله أكبر، ما يحتاج تعزية، ذني أقول وانزلكون. الدور باوع البني أمية، الشيعة آل أبي سفيان، مو بس عمر بن سعد، هاي حكايات عمر بن سعد. قال له سلط الله عليك من يذبحك على فراشك ويفجعك بابنك ويذبحك وينتقم منك عمر بن سعد، مثل ما أذيتني بوليدي عدلة. أنا علي الأكبر أحبه مو شوية. علي الأكبر كملوا يا عمر بن سعد باوع الشيعة آل أبي سفيان، قال اللهم ذرقهم تفريق، مزقهم تمزيق، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، يا رب فرقهم انتقم منهم ذولا. أسألك بالله قلب الحسين شنو صار بيه اللي هيك قام يدعو؟ شنو قلبه؟ شنو صار بيه من طلع علي الأكبر؟ هواية ذا الحسين. سكينة تقول الله يرحم المازندراني ينقلها بشجرة طوبة، ذا ما ناسي غيره،
اخواني اعذروني من انسى، هاي مطالعات انا قاريها قبل سنين، يعني 12 سنه و13 سنه وما مراجعها، فاعتمد على ذاكرتي بعد مرات انسى. ينقل عن السيده سكينه تقول ابويا ويا علي الاكبر احتضر 3 مرات. اعيد الحكايه، ابويا ويا علي الاكبر شنو احتضر؟ وياي وياي باوعولي باوعولي، نريد نبكي الليله. تقول ابويا ويا علي الاكبر احتضر شنو 3 مرات؟ ابويا احتضر، الحسين احتضر، الحسين احتضر 3 مرات. ايش وقت يا سكينه تقول انا مراقبه ابويا، ادري بيحب اخويا، ادري بيحب علي الاكبر، ادري بيحب علي الاكبر، فردت اشوف شلون يودع علي الاكبر راقبته. تقول المره الاولى لابويا احتضر بيها لما اجا الاكبر وقال لابويا اذن لي اروح اقعد. تقول شفت ابويا بالقوه يجر النفس الصدره، ابويا بالقوه قام يتنفس، بالقوه يتنفس ابويا، فعرفت ابويا قاعد يحتضر. سكت الحسين، سكوته علي الاكبر فهم رضاه، يعني لا تريد تروح روح ابويا روح. سكينه المره الثانيه الحسين ايش وقت احتضر؟ تقول من رجع لابويا عطشان وقال لابويا كلش عطشت. حلقي بس بعد ارد احكي ما اقدر. شنو أقرأ لكم؟ شنو أحكي؟ قلبي خلصان أنا وحق الحسين. تدرون عبد الله الرضيع من زينب جابتها إله، شاف شفافة يابسة الحسين. تدرون شنو سوى الحسين لعبد الله الرضيع؟ باشر أقرأ لكم مصيبته. تدرون شنو سوى الحسين؟ أخرج الحسين لسانه وهو كالخشب اليابسة، فتح حلق الرضيع أدخل لسانه في فم الرضيع. أم الرضيع يابس ولسان الحسين يابس من العطش. عود شوية راد يروي، يعني راد يروي لوليد. والله يا عمي لو حجارة تبكي على الحسين، وحق هو الحسين، الحجارة سولف لها الصار على الحسين تبكي. حق الإمام المهدي مني يقول له بقتك الحيتان وفي البحار ولطمت عليك الحور العين. انكسر قلبك يا بعد فهمني، قلبك انكسر يا بعد. هاي المرة الثانية سكينة تقول أبوي احتضر ويا علي الأكبر. تقول من قال له أريد ماي؟ شفت أبوي خلى إيده على صدره وقام يجر نفس بالقوة، يقول بحيث أنا خفت على أبوي الحسين. سكينة المرة الثالثة اللي احتضر بيها الحسين، تقول المرة الثالثة من طاح أخويا علي الأكبر، تقول أبويا ركض له. تدرون شنو سوى الحسين؟ لو ما تدرون أقولكم شنو سوى الحسين؟ والله قرأت في بعض الكتب قاريها بعيني، أنا على المنبر بعيني، وإن كان ما أحب أقولها، لعنة الله على عمر بن سعد ما يسوى أقولها، بس هي موجودة بالمصادر موجودة. أرد أقول لك إذا العدو هيك صار بي أنا وياك شلون؟ تدري سوى الحسين؟ نزل من جواده، إجا يم وليده، كتب التاريخ تقول شبقة ونام وياه. عمر بن سعد لعنة الله يعني ابنه شافه دار وجهه قال له شبيك ابويا؟ قال له متشان الحسين. قال له متشان الحسين.
نايم بعمامته جاب قول يده ونايم. ايش سوى علي الاكبر من اوسن؟ مو مصيبه عاديه، مصيبه كبيره. خرج الى الماء بيحل اقره، والله ما بيحل اقره. خرج الى الميدان يقاتل صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: انا علي بن الحسين بن علي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، قاتل قتال الأبطال صلوات الله وسلامه عليه. ما أتصور قلبك ما انكسر على الحسين. أبو السجاد عينه على وليده خايف عليه، وين واقف؟ واقف بباب الخيمة يباوع لوليده. أنتوا عمي عندكم ولاد يوم ما عندكم؟ أنت شايف الابن شنو يوم ما شايف؟ الابن الابن الولد شلون إذا أشبه الخلق برسول الله؟ فهموني حاجوني قلوا لي. الولد مو شوية عمي، الولد يقتل أبوه، الولد يقتل أمه، الولد الولد أولادنا أكبادنا يقول رسول الله. المهم فالحسين واقف بباب الخيمة عينه على وليده خايف عليه، ليلة بالخيمة تباوع للحسين. أبو السجاد وجهه فرحان، يعني شوف إيش قد متفاعل الحسين، إيش قد متفاعل. ليلة فرحانة أبره شوية انخطف لون الحسين، تغير لونه صار وجهه أصفر أبو علي. ليلى قالت لأبا عبد الله: هل أصيب ولدي؟ قال: لا يا ليلى، يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف القلب منه عليه، برز لابن غانم وهذا مجرب الحروب، وأنا وليدي بعد شاب وخايف على وليدي. قالت لأبا عبد الله: أنت خايف، أنا أمه شنو أقول؟ انت امام معصوم انخطف لونك، انا شنو اقول ابا عبد الله؟ انا امي وعندي وليد مثل علي الاكبر، شنو اقول؟ قالها ليلى: الله يرحم امهاتكم الماضيات ويحفظ الموجودات، من الامه ميته الله يرحمها، انا هاي الدموع الليله اهديها لامهاتكم اللي رحلنا عن هاي الدنيا وهن الان بجوار الله ان شاء الله وجوار الائمه. بس الانسان يحن مو بيده، يحن لو ما يحن أمه، هاي أمه يحن الإنسان، الله يرحم المتوفيات. قالت لا، ويحفظ الموجودات ويشفي المريضات بجاه علي الأكبر، بجاه العلي الأكبر. عيوني أنت لوالدتك متوفية الدمعة هديها إلها، خذ حجايتي، قول هاي الدمعة لأم ولأبوي. المهم قالت لأبا عبد الله: شنو أسوي؟ تقتلتني، أنا قلبي قام يوجعني. قالها ليلى: أنا سامع جدي يقول دعاء الأم مستجاب بحق ولد. ادعي له: يا بطبة الخيمة هالغريب. كلكم تعزية وياي قرتوا هالتعزية أهل النجف، ها الكل يقرأ وياي عمي. طبة الخيمة هالغريب وتوسلت لله بحبيبة. أريد أعلى، أريد علي بن أبي طالب يسمع. يا با وتوسلت لله بحبيبة بالحسين وش ما بمصيبة. ايش قلت له؟ يا راد يا راد يوسف من مغيبة ليعقوب ومسجن حيبة، يا بن حيبة اريدك عن استجاب الله دعاء ليلى. بس هي من دعت أغمي عليها. أنا أكو أبيات، ما قرأت لكم إياها، من برز علي الأكبر: طلع من خيمة حسين ودعاله وعلى وليد الكبير الدمع ساله، وعليه حسين ظل مشغول باله
ويا حال فلا من الله أكبر. رجع علي الأكبر، اجيتك من تصر وسيفي بيمناي، وجبت لك صاغة من القوم وياي، جبت لك راس بن غانم بيمناي، لو ان تصح يا ابويا قطرة الماء يقل الماء يا ابني بني نجيبة، وقلبي مثل قلبك لهيبة. الله الله. اجى الحسين قال له ابويا انا راجع قاتل، قال له لا وليدي ها، قال له عفت امك تدعو لك بالخيمه روح طمئنها. قال له خوش. اجى علي الاكبر يم امه، سكينة شافته صحت قومت لك ابنك يا ليلى يا ليلى، وشد حزامه والهليلة يا بهلي ليلى، لا ما تحرب لابس ثجيلة. ليلى مغمى عليها. اجى علي الاكبر يم امه، امه انا علي الاكبر. ماكو جواب. حبيبتي امي نور عيني ابوي دزن عليا شرد قاتل ارجع. مغمى عليها ليلى، هو وقاعد يم امه سمع صوت الا هل من ناصر ينصرنا، الا هل من ذاب يذب عنا. عاف امي نقض. قال ابويا لا صيح انا موجود بخدمتك. هذا الصوت ما ارد اسمعه وانا موجود. زينب مراقبه الوضع بس ما متدخله. زينب من بعيد تباوع، شافت علي الاكبر راح للميدان، مشاله خطوه ورجع لابو الحسين، شاوره ومشى. من شاور الحسين، الحسين بكى وسعد موعه. اجت زينب قالت لابا عبد الله ايش قال لك علي الاكبر شو راح ورجع؟ قالها زينب كسر قلبي. قالت له ايش قال لك؟ قالها قال لي ابا حسين اوصيك بامي خيره، تركتها مغمى عليها ما شافتني ترى وراح. وبينما علي يقاتل اذ جاءه الخبيث العبدي وضربه بالسيف على راسه، رحم الله من نادى و طيب لي قلب الحسين، ريح لي قلب الحسين. رحم الله من نادى وسيدا، صاح ادركني ابا يا حسين. الفتلاوي يقول خمد نور العيون وما بعد ظن دربي يلي مدلل بيش وجدن، اوجد الدرب من وعمن عيوني من وليد المدلل خابت ظنوني، تغير لون وجهك مو وقتك الساعة نريد نتهنى. جلس عنده الحسين، شاف علي الأكبر ابتسم ثم بكى. قال لي ليش ابتسمت؟ قال لي جدي سقاني بكأس من حوض الكوثر، قال لي وليدي علي شبيهي بعد ما تعطش انتهى العطش. قال لي زين ليش ابتيت؟ قال لي ابويا هذه أمي فاطمة تلطم على رجل تصيح وحسينا وغريبة. ثم قضى نحبه. الحسين راد يشيل علي الأكبر ما قدر، والله ما قدر يشيل منه قسم يطيح الآخر، كل ما راد يشيله ما قدر. صاح حسين هاشم وين خل تحضر، يا عباس احضر شيلة الأكبر، أنا وحدي على شيل الولد ما أقدر، أخاف أن بين يدي الولد يطشر. شال شالوا بني هاشم والعباس وجابوا للخيمة. هنا أنا بعد أردختم، هنا بعد أردختم، جابوا شنو للخيمة. دخلت ليلى، ليلى زوجة الحسين عليه السلام، دخلت تقول له هنا علي يا ابني، علي يا ابني شلون أشوفك؟ علي يا ابن جلال اشوفك معفر بذار التراب، يا قصير العمر يا ابني علي يا حلو الشباب. شلون حكي هذا يموت هذا الحكي.
آه يا ابني شلون أشوفك معفر بذار التراب يا قصير العمر يا ابني علي يا حلو الشباب والله حلو الشباب شلون أطب دارك يا يمه لا سؤال ولا جواب